ليه بن كيران من طرف حميد شباط، قرر الوزير الاول المغربي باش يستشير فؤاد علي الهمه في الموضوع. سي الهمة، بغيت نتشاور معاك في واحد الموضوع. وليت عزيز عليك دابا تشاور معايا. بغيت نتكلم لك على حميد شباط. بغيتي تتكلم على حميد شباط؟ مالو؟ كيتهمني انني كنفضحو. ايوا سيدي تبارك الله عليكم بجوج خبراء في التواصل، كتكوجو على المغاربه، زدتو عليهم في ليسانس وما قالوا والو. هو اللي كيجبدني الاول. انا ما عندي ما ندير لك، دبر راسك معاه، انت هو رئيس الحكومه. السي فؤاد، انا ملي كنهضر على التماسيح والعفاريت كيسحبو كنهضر عليه هو. انا براسي بغيت نعرف شكون هما هاد العفاريت والتماسيح. وباش غادي نعرفهم انا السي فؤاد؟ انا مجرد رئيس حكومه. السي بن كيران، انت خاصك فقيه ولا شوافه؟ انا ما عندي ما ندير لك، انتهى النقاش.